بين النخلة والإنسان. أولا تحمل وتلد في 9 أشهر و9 أيام، حيث تخرج طلعها في شهر يناير وتحصد في أول شهر أكتوبر، يعني 9 أشهر و9 أيام كالمرأة تماما. ثانيا هناك بعض النخيل يكون حمله إلى حين حصاده في 7 أشهر، وذلك هو الرطب. ومعلوم أن بعض أناث البشر كذلك يحملن ويضعن حملهن في 7 أشهر، وهؤلاء الأبناء المولودون في 7 أشهر يسمون الخدج، فالذكر يسمى خديج والأنثى خديجة، أي بنت 7 أشهر، ومن هنا جاء اسم خديجة. رابعا نجد أن النخلة هي الشجرة الوحيدة في الدنيا لا تحمل صفات الذكور والأنوثة كبقية الأشجار، أي أنها غير مخنثة، فالذكر قائم بذاته وكذلك الأنثى، حيث لا يكون ذلك لبقية أشجار الدنيا مطلقا. خامسا نجد أن النخلة هي الشجرة الوحيدة التي إذا قطع رأسها تموت. سادسا بعض النخيل إذا بلغ 70 عاما ينحني، أي يحدودب كبعض البشر، فيا سبحان الله، نجد أن بعض البشر يبلغ 90 والـ100 ولا ينحني، وكذلك النخيل. سابعا النخيل يقوم في شكل أسرة، حيث تجد النخلة الأم وحولها بناتها بنات حفرة، وهذا لا نجده في كل الأشجار مطلقا. ثامنا نجد أن شتول النخيل الصغيرة ملتصقة بأمها التصاقا تاما، وتتغذى من غذائها، وعندما نريد فصلها لا بد من عملية التصفيح المعروفة، حيث نضع صفيحة ونضع فيها طينا ونسقيها باستمرار إلى أن تنشأ لها جذور وتعتمد على غذائها بنفسها، بعد ذلك نفصلها عن أمها ونزرعها في مكان آخر. وهذه تشبه عملية الفطام تماما، حيث لا تستطيع فطام الطفل قبل أن يأكل الخبز، ومن ثم يعتمد على نفسه. تاسعا التمر ملون، فيه الأبيض والأسود والأسمر وغير ذلك من ألوان، كالبشر تماما شعوبا وقبائل، فسبحان فالق الحب والنوى.